بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي ما ذكر الذاكرون الابرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل تسليما سرمديا الى يوم الممات. اما بعد، ايها المسلمون في صعيد المصلى، اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته سبحانه للاولين والاخرين. فمن رام عزا وصلاحا ونجد خيرا وصلاحا وسلب توفيقا ونجاحا فعليه بتقوى الله، فان تقوى الله